بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك أحب إلى أبينا
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. والله المستعان على ما تصفون.
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها صدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها هذا إلا ملك
إني تركت ملة
أنبئكم بتأويله.
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين اليوم لدي
الذين آمنوا وكانوا يتقون.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون فأسرها يوسف
وتولى
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
you
قبلك إلا رجالا
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن وتفصيل كل شيء.